بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أو أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة معنا في درس جديد من دروسنا في مادة علم النفس النمو. نحاول وإياكم في هذا الدرس بداية أعزائي الطلبة أن نستذكر أهم العناوين التي كنا قد تحدثنا عنها في درسنا السابق. كنا قد تحدثنا عن العوامل التي تؤثر على النمو، وتحدثنا بداية عن العوامل الوراثية والسمات والخصائص الوراثية، ثم انتقلنا إلى أهداف الوراثة، وفي الدرس الثالث كنا قد وصلنا إلى العامل الثاني من العوامل البيئية، وكنا قد تحدثنا عن أهمها: الغذاء، الأمراض، الحوادث، التلوث، أعمار الوالدين، الانفعالات، الولادة المبكرة، كل ذلك وأثره على النمو. أما في درسنا هذا أبناء الطلبة سوف نكمل وإياكم العوامل التي تؤثر على النمو، فنصل إلى العامل الثالث. لدينا عوامل النضج والتدريب والتعلم، ولدينا أيضا العامل الرابع: الآثار الناتجة عن إفرازات الغدد، وسنتحدث عن أهم الغدد والتي تصنف في نوعين. لدينا الغدد القنوية ومن ثم الغدد الصماء اللاقنوية، وأهمها الغدة الخامية، الصنوبرية، الدرقية، والغدد جراد الدرقية. ولدينا أيضا الغدة التيموسية، الكبرية، جزر لانجرهانز، التناسلية. هنا بداية أبناء الطلبة سوف نتحدث عن العامل الثالث من العوامل التي تؤثر على النمو، وهو عامل النضج والتدريب والتعلم. بداية أبناء الطلبة نعرف النضج هو النمو الطبيعي التلقائي الذي لا يحتاج إلى تعليم أو تدريب. فنمو مثلا القدرات العقلية يحتاج إلى نمو أو نضج الجهاز العصبي أولا، ونمو المهارات كالمشي والقفز والكتابة تحتاج إلى نمو الأيدي والأرجل، ونمو الكلام والمفردات اللغوية يحتاج إلى نمو الحبال الصوتية وجهاز الكلام والجهاز العصبي وهكذا. فالنضج الجسم العضوي شرط أساسي للنمو العقلي والاجتماعي والانفعالي. أما بالنسبة للتدريب والتعلم فهما ضروريان أيضا إذا ما توفر النضج لنمو أي مهارة أو قوة حركية أو عقلية أو معرفية. فلو لم نعلم الطفل اللغة العربية فسوف لن يتعلمها حتى وإن كان جهازه الكلامي قادرا على النطق، وكذلك بالنسبة للكتابة والموسيقى والرياضة وغيرها من المهارات الحركية والعقلية. استنتج أيضا الباحثون أبناء الطلبة بأن عامل النضج هو بداية أو هو تاريخ بداية التدريب، أن هذا العامل ساعد على التعلم يساعد على التعلم في وقت قصير، مما يعني أن كل من النضج والتدريب ضروريان لتعلم المهارة. كذلك أبناء الطلبة إنه كلما بدأ التدريب في عمر أكبر أدى ذلك إلى تعلم في وقت أقصر، والتدريب ضروري في كل الأحوال بغض النظر عن العمر. فمثلا نقول إذا قلنا بالنسبة للتدريب في عمر أكبر كان أفضل، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. هذا بالنسبة لعامل النضج والتدريب والتعلم. أما بالنسبة لأثر الغدد على النمو، نعرف بداية الغدد بأنها المصانع الصغيرة التي تكرر المواد الغذائية وتستخرج منها العصارات والمركبات الكيميائية اللازمة لنمونا وبناء أجسامنا. وتقسم هذه الغدد إلى قسمين. لدينا أولا الغدد القنوية، أي هذه الغدد التي تفرز عبر قنوات معينة، من أهمها
عفوا لدينا الغدد القنوية، والنوع الثاني أو القسم الثاني من الغدد هو الغدد الصماء القنوية. سنتحدث بداية عن الغدد القنوية وأهمها. لدينا الغدد اللعابية، هذه الغدد التي تفرز عبر قنوات إلى مواقع معينة، قلنا منها الغدد اللعابية. ولدينا أيضا الغدد الدمعية، ولدينا الغدد العرقية. يمكن أن نتحدث عنها بأن إفراز هذه الغدد يرتبط مباشرة بوظائف الجسم المختلفة، مما يؤثر بطرق غير مباشرة على سلوك الفرد. فمثلا تصبب العرق، زيادة كريات الدم على الوجه عند الغضب، ظهور كريات الدم البيضاء على الوجه مما يؤدي إلى الاصفرار عند الخوف. ننتقل إلى النوع أو القسم الثاني من الغدد، وهو الغدد الصماء اللاقنوية. هذه الغدد اللاقنوية هنا بأنها كتعريف تفرز مباشرة في الدم، وتشمل الغدد النخامية، الصنوبرية، الدرقية، جارات الدرقية، التيموسية، الكظرية، جزر لانجرهانس، الغدد التناسلية. سوف نتحدث تفصيلا عن كل واحدة من هذه الغدد وأثر إفرازاتها أو نقص إفرازاتها على عملية النمو. نبدأ بأولى هذه الغدد اللاقنوية أو الصماء، الغدة النخامية. نجد بأن هذه الغدة تقع تحت سطح المخ وتفرز هرمون النمو، وهي همزة الوصل بين جهاز الغدد والجهاز العصبي، وهي مسؤولة عن نشاط الغدد الأخرى، حيث يتحكم فيها الفص الأمامي في مسيرة النمو، بينما يؤثر الفص الخلفي على ضغط الدم وتنظيم الماء في الجسم. ويتسبب نقص إفراز الغدة النخامية في تأخر النمو بصفة عامة، كما تتسبب زيادة إفرازاتها في الضخامة الجسمية إلى درجة غير طبيعية. إذا نقص الإفراز يؤدي إلى تأخر النمو القذامة، وزيادة الإفراز يؤدي إلى الضخامة. النوع الثاني من الغدد اللاقنوية أو الصماء هو الغدة الصنوبرية. موقع هذه الغدة تحت سطح المخ وعند قاعدته، وتفرز هرمونات الميلاتونين والسبرتوتين والنوار النوراد ريثالين. هذه الهرمونات تفرزها الغدة الصنوبرية. تأثيرها لها أثر بالغ على هرمونات الجنس، كما تؤثر في كيمياء المخ، ويسبب نقص إفرازها في البكور الجنسي أي البلوغ المبكر، واضطراب الحالة الانفعالية، كما تتسبب زيادة الإفراز في اضطرابات النشاط الجنسي واضطراب النمو بصفة عامة. نصل إلى الغدة الدرقية، كذلك نتحدث عن موقعها. موقعها في العنق أمام القصبة الهوائية، ولها فصان جانبيان جزء متوسط بينهما، التحكم في عملية الأيض بصفة عامة. ماذا تعني عملية الأيض؟ أي عملية الاستقلاب أو التمثيل الغذائي. معنى ذلك هذه العملية تقوم بتحويل المواد الغذائية التي يتناولها الجسم من مواد أولية إلى عصارات يمتصها الجسم ويوزعها ويفرزها ويوزعها على أنحاء الجسم. نقص إفرازها في الطفولة يسبب الضعف العقلي والقزامة، ونقص إفرازه عند الكبار يسبب التأخر العام في النمو والجسم العقلي. أما زيادة إفرازه وتسبب أبناء الطلبة زيادة الأيض، زيادة عملية الاستقلاب وتضخم الغدة الدرقية. هنا نلاحظ كيف تأثير نقص إفراز الغدة الدرقية عند الأطفال، كيف يسبب القزامة.
والضعف العقلي، وكيف أنها نقص إفرازها عند الكبار يسبب التأخر العام في النمو، كما يسبب التأخر أيضا في النمو ليس فقط الجسمي وأيضا النمو العقلي. رابعا الغدد جارات الدرقية، وهي أبنائي 4 غدد صغيرة على سطح الغدة الدرقية، وتفرز هرمون الباراثورمون، وظيفتها تنظيم أيض الكالسيوم، ويسبب نقص إفرازها. إذا يسبب نقص إفرازها مرض الكزاز. كما نلاحظ في الصورة، وتسبب زيادة الإفراز في تضخم الغدة الدرقية وهشاشة وتشوه العظام. خامسا نصل إلى الغدة التيموسية، حيث موقعها في التجويف الصدري وإفرازاتها غير معروفة. وظيفتها كف النمو الجنسي وتضمر عند البلوغ، ونقص إفرازها يسبب البكور الجنسي كما أسلفنا البلوغ المبكر. الغدة الدرقية، الغدة الكظرية، موقعها فوق الكليتين، وتفرز الكورتيزيدون، وهي مسؤولة عن عملية تنظيم أيضا الصوديوم والماء، وتؤثر على الغدد التناسلية وعلى الجهاز العصبي. يسبب نقص إفرازها مرض إديسون، الذي من أعراضه اضطراب الهضم وانخفاض ضغط الدم. أما زيادة إفرازها فتسبب سرعة النمو الجنسي. نصل إلى الغدة قبل الأخيرة، وهي غدد لانجرهانز. تقع هذه الغدد أبنائي في البنكرياس، تفرز هرمون أنسولين، وهي مسؤولة عن أيضا الكربوهيدرات، وتسبب زيادة الإفراز في غيبوبة الأنسولين، ونقص الإفراز يسبب مرض السكر. الغدة الأخيرة التي سوف نتحدث عنها هي الغدد التناسلية، وهي المبيضان عند الأنثى والخصيتان عند الرجل، وتفرز الأندروجينز والاستروجستيرون، وهي مسؤولة عن نمو الخصائص الجنسية والتكاثر، ونقص الإفراز يسبب الضعف الجنسي. أما زيادة الإفراز فيتسبب في البكور الجنسي، أما في اضطراب إفرازاتها فإنها تتسبب في الاضطرابات النفسية. إلى هنا أبناء الطلبة ننهي حديثنا عن هذا الفصل، وهو العوامل التي تؤثر على النمو. ننهي درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء معكم في درس قادم إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.